السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. معكم أبو زياد، فن الصيانة وإصلاح جميع أنواع الرصاصات الديجيتال. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إن شاء الله النهاردة دخلنا في الجد في موضوع الغسالات الفوق أوتوماتيك. هنقول لحضراتكم بقى الأعماق بتاعة الأعطال الخبيثة بتاعة الغسالات، وإزاي إنك تفك الغسالة وتعرف اتزان المية، إزاي تفك المروحة، إزاي توصل للأعطال اللي هي الغريبة والعجيبة. كل ده هتلاقوه في الفيديو ان شاء الله النهارده. يا ريت لو انت اول مره بتشاهد المحتوى يا ريت تدوس لايك وتتفرج على الفيديو ده للنهايه، لانك لو ما اتفرجتش عليه للنهايه هيفوتك كتير جدا 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 جدا. يلا بينا. يعني ريت نبص هندسه. انا بقى عشان اعرف اظبط الميه بتاعتي ازاي، لو انا جيت بمد ايدي كده في الحله واشوف سبعين سبعين ميه فيها ميه، لو ما فيهاش ميه ايه اللي هيتم؟ هتشوف الجزء اللي هو ايه اللي فيه التسريب وتلحمه. طب لو ما فيش تسريب عندك، ادي فتحه اهي، او فتحه من هنا، او فتحه من هنا، او فتحه من هنا، اجيت فتحه فين بتسرب. في غسالات بتبقى فيها الفتحه دي بتلف اكره كده بسيطه كده بتلف. خد بالك ده حد يفك لي بس الفتحه هنا عشان تعرفوا بس الفتحه ازاي. تمسك كده، تمسك كده، ادي واحد مسمار اثنين ثلاثه اربعه ما فكش هنا، فك ده صح. هتيجي تفك الاربع مسامير دول، هتيجي تشده مش هتشد معاك، لازم تفك المروحه وتفك الاربع مسامير اللي تحت المروحه. تمام، ده بالنسبه للحل. في معلومه برضو بمناسبه ان احنا فكناها دي، لسه واحد من شرب مكلمنا عليها. في غسالات بتبقى الحله بتاعتها اللي هو المسمار اللي واسطه دي بقى تعملها بتاعت زي ال جي الرخمه دي، تمام، لو وقع فيها نص جنيه او جنيه في الحله من تحت وانت مش عارف تطلعه، هقول لك على عيب. العيب ده مش هتلاقي حد كتير عارفه. ايه هو؟ تمام؟ في مش كل الغسالات خد بالك لها مسامير، في ليه الكليبسات. الكليبسات في كليبسات، تمام؟ طب بتغيرها بالذات برضه. هقول لكم بس بما ان احنا فكينا الوقت دوت، ممكن يقابل اي حد فيكم ده عطل، يعني ايه؟ هيسهل عليك ان انت تفور الحله او انك تجيب لي الصاموله، جروبوكس الصاموله ده صعب جدا انك تفكه، خصوصا الشرب مقرف. فانت هتعمل ايه؟ لو وقع فلوس، وبالذات برضه في الغسالات اللي زي كده البودي بتاعها بلاستيك، اللي برضه في منها غسالات اونيفرسال ووايت بوينت بصاموله، انت عشان تفك الصاموله دي حوار، هقول لكم عليها وهقول لكم تفكوها ازاي بسهوله وكل حاجه. طيب انا اقدر في فلوس وقعت من تحت المروحه، وقعت، عايزين بس نفك المروحه دي الاول عشان اقول لكم بتقع منها. طيب هقول لك بقى في معلومه برضه، حاجه برضه ممكن تقابلك كفني تعقدك وتخليك تزهق من الصنعه دي. المسمار ده، المسمار ده ممكن تروح لناس عندهم املاح ميه مالحه، وبص تلاقي المسمار ده محجر عامل زي ما يكون انت لو جبت فاسه وقعدت تعمله مش هيطلع معاك. لا انا هقول لك الحل بقى بسيط جدا وسهل. تمام؟ اول حاجه هتسخن ميه بتغلي. ده ربنا كرمه وفك. هتجيب ميه بتغلي. تمام؟ انا بقول لك الخيارات المتاحه لازم تغلي عشان البلاستيك ده، تمام، والاملاح اللي جوه كل مسحوق ليه مواد كيماويه معينه. ماشي. طبعا عشان المواد الكيماويه معينه ديت تتفك معاك بحاجتين. يا اما فلاش ده طبعا بيتباع في محلات الايه المنظفات. هتفك المسمار، فك معاك، فك ما فكش هتحاول ان انت ما تدقش عليه، لا هتجيب ابره صغيره كده وتنضف راس المسمار ده بحيث المفك يبات فين. هات كده، اهم حاجه عشان المفك يبات، اهم حاجه، لان في فنيين والله العظيم بيكلموني فعلا بتبقى مشكله. ده راس ايه ده؟ ده بيدمر الغساله، بيقوم مبوظ الراس ويقعد جنبه. المسمار ده تمام بيبقى عليه تراب او طينه. انا عشان افك المسمار ده بكل سهوله ايه، حته ابره بسيطه كده وتنضف الراس من جوه. التربيه بتاعته تمام، لانك انت لو قعدت تعمل كده هتطير راس المسمار خلاص كده. انت بقى ايه بقى، لف حوالين نفسك، لف حوالين نفسك، مش هيطلع الا بتكوير شنيور. لا لا صاروخ انت هتكسر الحل. هو لا الراس لا ليه ما تبوظ المروحه، ليه تكلف العميل؟ ما في طريقه ثانيه، الشنيور وتدخله بقى ايه هنا كده راس. بس ليه انت توصل للمرحله دي؟ ليه؟ ما انت ممكن انت لو شغلت دماغك المروحه هتزهقك. يا هندسه انت لو شغلت دماغك هتفك معاك بلمح البصر. تسلم. خمس دقائق هتفك المسمار. هقول لحضرتك تمام. اول حاجه بتفك انت ايه، بتنضف راس المسمار ده. بعد كده اهم حاجه عندي المفك ده، تمام، يركب من هنا. المفك ده انصحك ما تفكش بيه، في مفك نضيف جدا، مفك تخين كده هوريه لك. ده بقى انا بفك بيه اي مسمار ايا كان هو ايه، بيفك معاك في لمح البصر. تمام، هتلاقيه مفك كده اهو. لا
شايفين المفك ده بقى؟ انت شوف الطريقه شايفين المفك ده؟ لا لا شفت بقى المفك عامل ازاي؟ ده بقى عصب ده بيفك معاك اي ما اي مسمار لو هو ايه بيعض يقفش عليه خدت بالك ده بيقفش وبيمسك عليه وده المسامير بتاعه المراوح ده بالنسبه للمسمار المروحه معاك لان ده بيعقل اي فن صليبه برضه اه صليبه بس ده دي جزء رفيع ده تعالى معايا لو معاك مفك ده ممكن يكون لو مثلا حاجه نظيفه الماني او حاجه نظيفه معاك لان طبعا كلنا احنا بنجيب مفكات على اللي موجوده في السوق دي تعبان انت ممكن انت بتعمل كده تلاقي المفك اتكسر معاك اه خد بالك فانا بقول لك ايه هات لك مفك زي ده كده الماني تمام هتحط مفك كده من غير حتى اي مخلف بلاش هتلاقي فك معاك بس اهم حاجه ننظف ونحط الميه ونظبط الدنيا بحيث ان احنا ما نخشش نبهدل ده لسه ده ده حوار ده ده في حوار تاني اوسخ من المسمار ده انت ممكن تقعد ساعه تفك المسمار تيجي على المروحه ما تفكش يا اولاد ماشي معاك طيب احنا كده وصلنا ربنا يعني انا عن نفسي والله لما بروح لغساله والمسمار ده بيفك معايا اول حاجه بقولها الحمد لله بامان ليه اصل عطلة بقى انت فاهمني وتقعد تتعطل وهتتعز المهم هو هيتفك بس عايز بقى ايه طول بال لما بيفك معايا اول ما اروح لعميل بفك معايا خلاص وانا كده افتحت طب بقى لو ما فكش لا بقى انت تعالى بقى لازم افتح واشد الشد الاجزاء واخش عليه تمام طب ربنا كرمني وفكيت المسمار ده المروحه دي جيت اطلعها مش عايز تطلع هي عشان بتطلع انت بتضرب المفك فيها كده تمام وتقوم جاي عاملها كده او بمسمارين لو مش هتطلع معاك وتشدها طيب لو قفشه معاك بتعمل ايه هتجيب الفلاش وتحطه وحضرتك هتشرب كوبايه القهوه مش تخش على طول بعد ما تحط الفلاش في ناس كتيره من الصناعيه ودي برضو نقطه مهمه جدا يحط الفلاش وعمال يعافر انت الفلاش ما لحقش يتفاعل مع 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 المسحوق اللي انت حاطه ده ان هو الفلاش ده بيتفاعل حتى تبص تلاقي الاملاح اللي جوه دي كلها بتلاقي بتتفاعل كده بتطلع تمام بتدوبها طيب تصبر خمس دقايق يعني. تصبر 5 دقايق 10 دقايق عبت ما تشرب كوبايه الشاي بتاعتك تمام وتقوم جاي مسافه ما هتحط المفك بتاعك هتعمل كده هتلاقي الايه المروحه طلعت المروحه طلعت طيب في المكان بتكبس المفك طيب لو انت برضو ممكن مسمارين بورما مسمارين بورما اي مروحه زي ما حضراتكم شايفين كده بورما تربطه من هنا هتربط مسمار من هنا ومسمار من هنا المسمار يشد بيها قلب الفتحات يعني بحيث ان احنا نضبط المروحه وشد عايزين مسمار ايوه مسمار مسمار زي شفت المسمار اللي احنا فكناه ده هنفكه هنربطه هنا كده لا ركبه مكان السنه ابو زيد وشد بيها المسامير لازم تكون اهم حاجه المسامير تكون مظبوطه اه نسيت اقول لكم بس لحظه نسيت اقول لكم على المعلومه المهمه ديت العط ده تمام كتير جدا ممكن ما يكونش عارف انت كده مهمتك خلصت بس كده لحظه في الغسالات الشارب اللي هي زي اللي فوق الشارب ده النوع الغساله دي الشارب دي بالذات زباله تمام الغساله دي ممكن تلاقيها ما بتصرفش معاك تلاقي الشدات شغاله والمكس شغال وكل حاجه شغاله ترمي الخرطوم على الارض تشغل الغساله صرف تلاقيها بتصرف اوقات تصرف اوقات ما تصرفش بيكون واقع فين بقى واقع فيها جنيه فين بقى فك كده بقى بعد اذنك طب انا عشان افكه انا مش هعرف امد ايدي من تحت عشان اوصل للحله من فوق واحد انا والحله انا هقول لك اهو ومجموعه الصرف صب لو شدتها هتكسر معايا حوار الحل بقى السحر بقى اللي انت ايه اللي يخليك تنزل اي عمله مش شرط دي بس اي جروبوكس بصاموله عايز تطلع منه اي فلوس من غير ما تفك من تحت او تفك الصاموله احنا كده فكينا الحل تمام بعد اذنك كده تعالى بنفك المروحة تمام وبنميل الغسالة بنفكين الوش ده وبنميل الغسالة على ظهرها وهتمسك الحلة من تحت وتقعد بايدك كده بحيث لو في نص جنيه او جنيه وقع هيطلع في الجناب هتبص تلاقيه وقع منين وقع على الارض يبقى انت كده وفرت على نفسك افك مروحة وفكرت على نفسك ان انا افك الايه بعد اذنك اقول لك انا كده هنصف البتميل ده بتفك ده هنقلكم تاني عشان في ناس بتفك ده يا هندسه غساله الغسالات اللي هي فيها الجروبوكس بصامولة تمام الجروبوكس بصامولة ده معقد جدا 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 عشان تفكه وعشان تيجي تفكه ده حوار ممكن تتعرض للصاروخ وتخش في شغلانه تانية تمام فانا ممكن اطلع لو في عمله وقعت تحت هطلعها ازاي هتفك الوش بتاعها وتطلعه زي ما انا مطلعه كده وتفك الاطار ده كده تمام وهتميل الغساله بشويش كده زي ما احنا بنميلها كده تمام خلي بالك الميه في الميه تمام ارفع عليه ايوه ارفع كده اتميلها خالص الغسالة اه كده وبايدك
لو في حاجه تحت المروحه هتمشي من هنا ومن هنا، هتلاقي نزلت منين؟ من بين الحلتين. وقعت فين؟ تحت الارض. انت وصلت لك المعلومه دي دلوقتي؟ تمام. المعلومه اللي انا بقولها لك ماشي. دي بقى تخلي الغساله ما تعرفش ليه هندسه الصرف او الصرف بتاعها او قوه الصرف. اهو انا مش هينفع امد ايدي واطلعها، لان الغساله الشرب دي قوه الصرف ماشيه معايا لحد يعني تقريبا من اخر الحلقه، فما فيش مجال ان انا امد ايدي وافكها واطلعها. فالطريقه اللي بقول لك عليها دي اسهل طريقه. نفك الوش ده هندسه اهم حاجه، ونبعد الكارت عشان الميه وكل حاجه. الله ينور عليك. اه واهم حاجه يا جماعه برضه العصر الان ميل الغساله واخد بال حضراتكم، بتجيب فوطه مظبوطه وتحطها هنا بين الايه؟ الوش وبين الحله. فوطه بتحطها بين الوش وبين الحله علشان لو في ميه، لو في ميه عندي في الغساله ما تنزلش تحرق الكنب. في فنيين كتيره جدا وهي بتغير جلوكس، تلاقي الغساله فيها ميه تمام، بواقي ميه، لان الكوع دي احيانا بيبقى فيها ميه كده. هنفكر تمام ان شاء الله. ماشي بسم الله. يبقى الميه عندي لما اجي اميل تمام، يبقى انا احط عندي فوطه هنا تمام مكان الوش ده كده، هنا كده في الاتجاه ده، واحطها واقف الاتجاه ده عليه عشان لما نجي نركب والافضل لما الغساله تتميل على الجنب لا الضهر ولا على الوش. وهتجيب حته وهتجيب، لو انت بقى اول مره تركبه وخايف خايف من الكارت، ما طبيعي انت داخل على الغساله وخايف من الكارت، هتفك البورده خلاص وتطلعها بره امان. كارته هتفكها وتطلعها بره، تريح دماغك. ما انت اول مره وخايف او قلقان، لا ما تقلقش يا باشا، خش بقلب جامد وفك البورده ارميها بره وامايل الغساله وركب الجروب، حتى لو الميه وقعت مش هتقع على حاجه. يبقى انت معاك ايه؟ لو انت مختلف بقى زي ما انا بقول لك، هتجيب فوطه وهتحطها بين الفريم وبين الحله عشان لو في ميه نزلت ما تقعش. وفي فكره ثانيه برضه، لما تيجي تميل الغساله هتجيب حته يعني مثلا ايه؟ شفت حاجه عاليه مسند عالي، بحيث لما تيجي تميلها يبقى الغساله مكان البورده محطوطه على ايه؟ على المسند. انتظرونا في مزيد من الفيديوهات سنقدمها لكم بمشيئه الرحمن. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لحضراتكم جميع المعلومات وجميع الفيديوهات. وزي ما انا بدل حضراتكم المعلومات بما يرضي الله، محتاج محركم التفاعل ودوس لايك واشترك في القناة، ودعوة جميلة من قلبك علشان تحفزنا ان احنا ننزل مزيد من الفيديوهات. السلام عليكم.